Mosaïque FM Podcast Sport Express. مرحبا بكم. البداية بالحدث الكبير لورو 2012، إلى حد الآن تقريبا بعد 112 دقيقة مازلنا ما تعرفناش على أول المتأهلين للدور النهائي بين مقابلة في مقابلة إسبانيا والبرتغال. المقابلة وفات في وقتها القانوني في 90 دقيقة بالتعادل السلبي، نفس النتيجة على مستوى الإضافي الأول، حاليا الإضافي الثاني كما قلنا نلعبوا في 6-7 دقائق في الإضافي الثاني والنتيجة باقي للتعادل السلبي. النجم نحكيوها فرصة ممكن إسبانيا في اللحظات الأخيرة كانت أقرب، جات 3-4 فرص، لكن التألق في كل مرة يكون للحارس أو للخط الخلفي للدفاع. كانت فرص عن طريق فابريغاس، عن طريق نيستا، عن طريق بيدرو. سيطرة إسبانية في اللحظات الأخيرة، لكن هذا ما يمنعش أنه البرتغال قدمت مقابلة كبيرة برشا، خاصة على المستوى الدفاعي والوقفة التكتيكية الكبيرة لملاعبية المنتخب البرتغالي. هذاك علاش صامدين أمام الماتادور الإسباني، أمام لاروخا اللي بصراحة المنتخب الإسباني اليوم ما شفناش كالعادة، ما شفناش المنتخب الكبير العتيد. لقى مواجهة شرسة من جانب المنتخب البرتغالي، فماش أهداف، صمود زوج منتخبات إلى حد الوقت هذا. كما قلت نلعبوا توا تقريبا 113 دقيقة لعب، يعني تقريبا 7 دقائق ويوفى الإضافة الثاني، ويمكن برشا نمروا لضربات الجزاء. نستناو أنه الخمسة وستة ولا 7 دقائق اللي مازالوا من عمر اللقاء وعمر المقابلة، هل أنه باش نعرفوا هل الفريق المنتخب الإسباني باش يمر أو المنتخب البرتغالي. أكيد نستناو الإجابة في قادم الدقائق. نغير ونرجع لتونس ونقول ألف ألف مبروك لكل من الأولمبيك الكاف والملعب الجيبسي صعودهم بصفة رسمية للرابطة الأولى قبل جولة من نهاية بطولة الرابطة الثانية. أيضا حظ أوفر لفريق القلعة الرياضية أول الزائرين للرابطة الثالثة. لازم نقول هذه أبرز حصيلة الجولة 29 من الرابطة الثانية اللي تعبت اليوم. النتائج الكاملة: الأولمبي للنقل انتصر على صاحب التلاعب في السابق لملعب الجيبسي، وبالرغم من هزيمة كما قلت ملعب الجيبسي صعد للرابطة الأولى، والأولمبي للنقل بانتصاره اليوم بصفة رسمية ضمن بقائه في الرابطة الثانية. جريدة توزر انهزمت 1-0 قدام أولمبيك الكيف، وانتصارها مهم وخارج قواعد أولمبيك الكيف خلاه يمر للرابطة الأولى. الأهلي الماتري فاز 1-0 على القلعة الرياضية. جمعية جربة انهزمت 2-1 قدام اتحاد بن قردين ملعب النابلي، انتصر 2-1 على الهلال المساكن. النادي القربي ربح 3-1 جرومبيل الرياضية. سبورتينغ المكنين فاز 1-0 على النادي الهلالي. سبورتينغ المكنين بالانتصار هذا ضمن بقاءه بصفة رسمية. مستقبل القاسين في مقابلة شكلية فاز 2-1 على جندوبة الرياضية. الترتيب بعد مقابلة جولة 29 من الرابطة الثانية: أولمبيك الكيف والأولى ب 50 نقطة، وصعدت كما قلنا الملعب الجيبسي الثاني ب 40 نقطة، اتحاد بن قردين الثالث ب 46 نقطة، المركز الرابع فيه النادي القربي وهلال المساكن 45 نقطة، المركز السادس لمستقبل القاسين وسبورتينغ المكنين ب 39 نقطة، المركز الثامن لجرومبيل الرياضية 38 نقطة، جندوبة الرياضية التاسع 37 نقطة، جريدة توزر في المركز العاشر مع جمعية جربة 36 نقطة، مركز 12 للنادي الهلالي ب 35 نقطة مع الأولمبي للنقل، الأهلي الماتريفل المركز 14 ب 34 نقطة، الملعب النابلي في المركز 15 ب 30 نقطة، والمركز 16 للقلعة الرياضية ب 28 نقطة. 18 نلعب باش يسافروا غدوة المالي ويواجهوا الراحات فريق جوليبا المالي في ذهاب الدور الأخير من المجموعات. بيان حكى للنادي الأفريقي الملاعبي هما عطف التخيلي، أمي بن أيوب، بلال العيفة، حمزة العقربي، أسامة الحدادي، محمد علي اليعقوبي، مهدي الرصاصي، سيف الدين منعكس، ممير الحاج مسعود، زياد الزيادي، شاكر الرقاي، نافع الجبيل، اسكندر الشيخ، يوسف المويبي، عبد الكريم النفطي، علي المرزوقي، حمزة المسعدي، وإيزيكال يقود الوفد العضو هائل المدير الأستاذ مجدي الخليفي. محمد أمين الورغمي مدافع النجم الخلادي أمضى اليوم عقد بزوز مواسم مع النادي البنزرتي. مجلس التأديب الترجي سلط اليوم عقوبة ب 15000 دينار على محمد علي إسلام بسبب غيابته المركز كار على التمارين. نرجع للورو كما قلنا اللحظات الأخيرة من الإضافي الثاني، نلعبوا في 117 دقيقة، يعني على مستوى كامل المقابلة باقي التعادل السلبي. 3 دقائق يفصلون عن نهاية المقابلة، ربما 3 دقائق يفصلون على ضربة الجزاء الحاسمة اللي باش تكون بين إسبانيا وبرتغال باش نتعرفوا على أول المتأهلين للدور النهائي.